طيب كان ليك تصريح يعني روح معاك لليفربول. طبعا انا عارف احنا هنا في مصر بنحب ليفربول جدا، او زادت شعبيه ليفربول خصوصا بعد تالق النجم المصري محمد صلاح هناك. عايز اخد رايك في تجربه يورجن كلوب، وهل فعلا انت صرحت انه توقعاتك انه يورجن كلوب يرجع بعد موسم استراحه محارب، يعني يرجع مره تانية لقياده ليفربول؟ هل ده حقيقي ودي كانت وجهه نظرك؟ وايه رايك في المستوى اللي بيقدمه صلاح مع الليفر؟ حسنا، أنا لدي إحساس، لدي شعور خاص بي، أن أنا 8 سنوات هي فترة طويلة أن تغادر الفريق وتتركه بهذه السهولة. فأعتقد أنه سيريد أن يحافظ على عمله، يحافظ على إنجازاته. أعتقد أنه فقط هي فترة نقاهة ليورجن كلوب، وبالنسبة لي هي هو قصة مختلفة. سيشاهد الأمر من الخارج فترة قليلة، وسيرى ليفربول من هو المدير الفني صاحب الشغف الذي يستحقه النادي، وسيحدث كما فعل مانشستر يونايتد مع فيرغسون. كان الأمر صعب، الآن من الصعب أن تترك وتغادر النادي في هذه الفترة. هذا هو رأيي بالنسبة لكلوب. وبالنسبة لمحمد صلاح، محمد صلاح كان محط رغبة للأندية السعودية الفترة الماضية. بالفعل هو الأبرز في مصر، هو اللاعب التاريخي للجماهير المصرية، وهو لاعب تاريخي أيضا للدوري الإنجليزي وليس فقط لمصر. أعتقد أن الجماهير الإنجليزية ستكون سعيدة إذا استمر مع ليفربول ولم يغادر السعودية. فأعتقد أن محمد صلاح الآن سيظل واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي. وحينما ترى محمد صلاح ويورجن كلوب يغادر ليفربول، سيكون محط اهتمام للأندية السعودية بالفعل، ولكن وستكون نقلة كبيرة للدوري السعودي.